لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق في هذا المساء، في مساء الإبداع، في مساء سن الإذاع. تهانينا والناموس لكل الفائزين. الشوط الأول، الشوط المفتوح، شوط الكأس الغالي والسيارة الفاخرة الرينج روفر، ذهب مع الجذاب السيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري. تهانينا والناموس والتوقيت الأفضل، 9:18 وتسع أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثاني ذهب هناك، وأيضا الشوط المفتوح للجعدان مع شباب لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، من عانق الكاس في هذا المساء ب9:23 وفاء وتماما وكمالا. بينما شوطنا الثالث والخاص بالابكار المحليات الاصائل، خدمه العفريت بشعار ابو حمد عامر بن حمد بن عفصان المنصوري ب9:22 ثمانية اجزاء من الثانية. شوطنا الرابع كانت جميلة لعلي بن حمد بن سيف الاصلي الشامسي التي اندفعت بالامتار الاخيرة هناك حينما طلب منها مالكة لتودي السلامة هالي العين والزاخر بالذات، 9:20 ثمانية اجزاء من الثانية. بينما شوطنا الخامس والخاص بالجعدان كان شاهين لعمير بالحزمي بن قناص العامري ايضا القادم من مدينة الخضرة والجمال، قطعت المسافة 9:24 ثمانية اجزاء من الثانية. شوطنا السادس كان ناصي سعيد بن عبد الله الظاهري، من قدم في هذه اللحظات بهذا الاداء الرائع والجميل ب9:24 وسبع اجزاء من الثانية. بينما شوطنا السابع كانت بينونة وعاد راعي الجذابة مرة اخرى بشعار زايد بن محمد بن زايد المنصوري ليندفع مع بينونة ب9:20 خمسة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الثامن كانت الظبي الضيفة العزيزة للسيد سعود بن ناصر بن حمود بن شافي آل شافي، هي من انطلقت في الامتار الاخيرة محققة هذا الفوز والانتصار، وقطعت المسافة 9:22 وجزئيني من الثانية. بينما شوطنا التاسع كان غازي لسعيد بن محمد بن سعيد الصومالي، هو من انتزع المركز الأول وأهداها لقطر هذا الفوز والانتصار، محققا هذا التوقيت 9:23 وفاء وتماما وكمالا. بينما شوط الوداع كانت الحذرة لسيد خليفة بن الصغير بن راشد المهيري، هي صاحبة هذا الشوط وبطلة هذا الشوط، شوط الوداع، لتهدي راعي مطيلة هذا الفوز 9:27 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق، شكرا للمخرج أسامة الهواري، شكرا للزميل محمد بن مية العفاري، محدثكم سالم بن علي الحبسي، استودعكم الله وإلى اللقاء.